حضور فني جيد للاعبين ككل كان ممكن يكون من هدافين الدوري ويسجل، لان عنده قدراتها التهديفيه عاليه وتكوينه البدني ممتاز. طيب راح نشوف تشكيله الكابتن تركي السلطان. اختار وليد عبد الله في حراسه المرمى، حسن معاذ، سياف البيشي، احمد عسيري، ومحمد العمري في خط الدفاع، مصطفى بصاص، موسورو، محمد كنو، ورافينها، ثم بابا ويجو، ومختار فلاته. تفضل فهد. هجومي ها؟ اي 4-4 4-1-3-2 اي 4-1-3-2. طبعا في اختلاف بسيط ترى مع ابو وليد، يعني يمكن في ظهيريه الجنب. انا اشوف محمد العمري في الاتحاد، يعني على الرغم انه يعني يمكن شارك اول مره، شارك لاعب اساسي مش اول مره يعني في الفترات السابقه، لانه كان هذا مكان محمد قاسم في المباريات السابقه، كان قدمها يعني قدم القروني، اي كان عمل جيد في المباراه حقيقه من الناحيه الفنيه. سياف واحمد عسير يتكلم عنه ابو وليد نفس الاختيار. حسن معاذ في مباراه الشباب، يمكن حسن معاذ من بعد المشكله اللي حصلت لحسن معاذ، عمليه الانتقال والتأمين انتقال وكذا، وبعدين رجع واخذ والشبابيين اعطوه ثقه واعطوه ايضا اشاره كابتنيه في بعض المباريات، وانا اشوفه يقدم مستويات ممتازه. مباراه الهلال كان انا بالنسبه لي كان يعني وضعه جيد على الناحيه الفنيه في الطرف الايمن، في ظل انه زي ما قلت لك غياب عبد الله الاسطى، فكان هو الدور الهجومي الكثير حمل عليه حمل عليه. كان في المباريات السابقه كان حسن معاذ وعبد الله الاسطى، فكان في تناوب في عمليه الدور الهجومي والمسانده الهجوميه. المباراه الماضيه كان حسن معاذ فقط، لانه عبد الله الاسطى كان فقط اللي هو السلبي بدر خط المنتصف ويعود، ما كان عنده ادوار هجوميه بشكل كبير. مصطفى بصاص كان له فتره غايب عن المباريات كلاعب اساسي، وعاد ولعب محور ارتكاز وقدم مباراه ممتازه على الرغم فتره الغياب. هذا يعطيني مؤشر عن انه اللاعب عنده الامكانيات المهاريه والفنيه العاليه، حتى لو غاب، حتى لو لعب في غير مركزه. صحيح، وبالتالي هو يحتاج فقط انه يلعب. لما يغيب ثم يعود ولا يبين، يعني في كثير ترى من المتابعين ما كانوا يتوقعون انه مصطفى الصاص غايب في فترات الماضيه، مباريات الماضيه، لانه بسبب الاصابه. لانه ما شاء الله تبارك الله طبعا اعطاك مؤشر انه وكان موجود من من من, من اول، فبالتالي انا اخترته كمحور ارتكاز، واخترته لوحده كمحور ارتكاز حتى اضع محمد كنو في المكان الصحيح والمكان اللي هو الان بتلعب ذا التشكيله بكسبك بالراحه. لا صعب، لان صار عندك بابويجو ومختار فلاته صعب. سجل فيني ثلاثه وسجل فيك اربعه ما في مشكله. مسار ورافينا اتكلم عنهم ابو وليد. محمد كنو الان مع للاسف طبعا هبوط الاتفاق لدوري ركا، راح يعاني الاتفاق في المحافظه عليه. طبعا هو اكيد عقده مع الاتحاد، مع الاتفاق لسه باقي فيه تقريبا 3 سنوات او اكثر حسب ما اعرفه، لكنه راح يعاني من الضغوطات. الطلب على محمد كنو راح يكون بشكل كبير جدا خلال الفتره القادمه، وهذا الامر انا متاكد منه. ليش؟ لانه القيمه الفنيه للاعب عاليه جدا كلاعب خلف المهاجمين. صحيح. وهذا المركز بالتحديد عندك مشكله كبيره في معظم الانديه في الدوري الان، اللي هو لاعب الاسس او لاعب صانع اللعب واللي يسجل في نفس الوقت. يعني محمد كنو ترى الهدف اللي سجله عمليه الاختراق والتسجيل سجل مثلها اكثر من هدف مع الاتفاق. صحيح. اضافه لذلك لو ترجع للهدف الاول اللي سجله بابا ويجو، العنصر الاساسي المساهم فيه هو محمد كنو، حركته بدون حركة. لا سدد وارتدت من الحارس وكملها بابا ويجو في الهدف الاول. هدف الراشد كذلك بعد هدف الراشد، لا هو بابا ويجو اللي سجله بابا ويجو اللي تسديده ورجعت من الحارس. مختار فلاته بصراحه بالنسبه لي انا صعب انك ما تختاره في هالدور، لانه سجل هدفين، واحد من الاهداف يعتبر هدف ممتاز. اتفق جداً مع ابو وليد على مساله حيويه وشباب وثقه حمد الجهيين في الطائي. وعلى فكره ترى كان اللاعب عنده عروض من فتره سابقه، طبعا قبل سنه تقريبا او سنه ونص، عروض قويه جدا، بس الطائي تمسك فيه لان كان عندهم امل بانهم يصعدون الى دوري جميل، وكان هو الركيزه الاساسيه للفريق. والان اذا ما خانتني الذاكره هو هداف الدوري، دوري ركا، اذا ما خانتني الذاكره هو هداف او انه الوصيف، ماني متاكد بالضبط. يعني الاختيارات كانت بناء على يعني ما شاهدناه، والاختلاف اكيد يكون موجود سواء يعني مع ابو الوليد طبيعي يكون موجود، او حتى مع الساده المشاهدين، ومن حقهم طبعا. طيب احنا نجتهد والاجتهاد لا شك قابل للصواب والخطا. الفقره القادمه متابعينا الكرام فقره حكم الاسبوع، كالعاده الكابتن عبد الرحمن الزيد محلل التحكيم للسعوديه الرياضيه اختار لنا حكم للأسبوع. اختار هو أيضا حكم الأسبوع بالنسبة لكأس الملك في الموسم الحالي اللي ما راح يقود إلا حكام سعوديين حتى النهاية، كما تابعنا من تصريحات طبعا.
طيب الحكم صالح الهذلول اختار الكابتن عبد الرحمن زيد ليكون هو حكم الدورة الثمانية في كأس الملك للموسم الرياضي الحالي، وهو قاد أصعب مباراة في دورة الثمانية اللي كانت بين الهلال والشباب. نشوف المعايير اللي اختار عليها الكابتن عبد الرحمن زيد صالح الهذلول ليكون هو حكم دورة الثمانية في البطولة. درجة صعوبة المباراة، كانت المباراة صعبة، مباراة الهلال والشباب. تفسير مواد القانون كان جيد جدا بالنسبة للكابتن صالح الهذلول. مبدأ إتاحة الفرصة كان جيد جدا. مستوى اللياقة البدنية أيضا كان جيد جدا. تعاونه مع مساعدين والحكم الرابع كان جيد جدا. سيطرته على مجريات اللقاء أيضا كان جيد جدا. وشخصية الحكم كانت مقبولة لدى اللاعبين. هذه العناصر أعطت الكابتن صالح الهذلول 8 درجات و16 من الدرجة من 10 ليكون هو حكم دور الثمانية في كأس الملك. نروح للفقرة القادمة، فقرة محترفين أجانب. راح نختار أو اخترنا محترف أجنبي راح نتحدث عنه مع ضيفنا الكرام. ظهرت ملامح إبداعه متأخرة بعد أن لقي الانتقادات من الإعلام وجمهور الكرة، وبالأخص جمهور ناديه الراقي الذي انتظر منه الكثير ووعدهم بأن يقدم لهم ما يرضيهم ويسعدهم. سجل الأهداف وأبدع وأسعد جمهوره وأمتع. تحركاته خطيرة ومراوغاته مكيرة. إنه البرتغالي الأسمر لويس ليان. لويس ليال، دكتور عبد العزيز الخالد، انت كيف تشوف لويس ليال حضوره مع الاهلي؟ والله كلاعب اجنبي لا زال لم يعطي، ما قدم نفسه لحد الان. لا جيد، انا اقول لك لو لاعب سعودي تقول هذا مكسب للاهلي. يعني تحدث عن لاعب اجنبي عنده قدرات، نعم عنده امكانات فنيه، نعم ظروف الاهلي ما كان في راس حربه في وقت طويل. سك ما ساعد لاعبين الاهلي انه يعني من يلعب خلفه او بجواره ان يقدم نفسه بشكل جيد. وكم كنت أنا أتمنى أن صالح الشهري يأخذ الفرصة اللي أخذها سوك حتى يبرز نفسه، لأن أخذها بصراحة وقت طويل جدا كثير والله. لويس ليال عنده إمكانات فنية، تكون البدني ممتاز، رؤيته جيدة في الملعب، لكن لا زال عنده الكثير، نعم. لكن ما شاهدناه في الفترة الماضية في رأيي كلاعب أجنبي أقل من طموح الأهلي بكل أمان. أبو فهد كيف تشوف لويس ليال قياسا بالفترة أيضا اللي جاء فيها الأهلي؟ هو طبعا لعب 695 دقيقة مقارنة باللاعب الآخر لأنه جاء هو في الفترة الثانية بالضبط. سجل 7 أهداف مع الفريق الهلال في دوري جميل. وضع الأهلي في الناحية الهجومية في بداية الموسم ما كان جيد، نظرا طبعا الاستغناء عن اللاعبين وبريرا أشرك بصاص فترة وأشرك، يعني كان في عدم ثبات على المستوى الجانب الهجومي. ليال في الفترة اللي لعب فيها، أنا بالنسبة لي في الفترة اللي لعب فيها بالتحديد وعدد الدقائق اللي شارك فيها والأهداف اللي سجلها أعتبر أنه يعتبر جيد جدا. الحكم الأساسي أو الحكم المنطقي يكون مع بداية الموسم إلى نهاية الموسم. الفترة اللي قضاها أنا بالنسبة لي أعطاني مؤشرات فنية أنه لاعب عنده الإمكانيات الفنية إذا ما استقر الأهلي وبدأ من بداية الموسم، أعتقد أنه راح يكون لاعب مفيد. يعني هذا واحد من اللاعبين الأجانب اللي تقبل أنه يكون لاعب أجنبي. إذا قارنته بسوك فارق كبير. سوك للتاريخ أنا أعتقد. إيه يعني أنا نسيان. هذا اللي أقصده علي، إنك لما تتكلم عن لاعب أجنبي وليد تو يعني أعطى معادلة مهمة جدا، أتمنى إن الجميع يعني يعي ما 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 يقصده. قال لك إذا أنا أعتبر هذا لاعب محلي أو إذا أعتبره لاعب أجنبي. وأعطى هذا قيمة مختلفة وأعطى هذا قيمة مختلفة. إذا الإشارة واضحة جدا والرسالة واضحة جدا إنه اللاعب الأجنبي إذا أحضرت لاعب أجنبي لابد يكون أفضل من المحلي بمراحل، ولا يستطيع اللاعب المحلي أن ينافسه. إذا اللاعب المحلي نافس اللاعب الأجنبي، إذا استغني عن الأجنبي وأعطي الفرصة للمحلي. يعني صالح الشهري حرام ما يلعب، يعني وقت طويل حرام. فرصة كان ممكن تصنع لنا لاعب كبير، يعني عنده قدرات فنية صالح. طيب نروح للفقرة وقت مستقطع، راح نفتح فيها دوري أبطال آسيا. هذه الفقرة اليوم كان مباراتين، مباراة الهلال والإماراتي في دبي، انتهت هذه المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، والمباراة الأخرى اللي كانت في
مكة المكرمة استضاف فيها الاتحاد فريق تراكتور تبريز الإيراني، واستطاع الاتحاد أن يكسب هذه المباراة بهدفين دون مقابل. حضور طبعا لسامي الجابر كمدرب وطني، لخالد القروني أيضا كمدرب وطني في هذه البطولة الآسيوية. لا زال طبعا فيما يخص مجموعة الهلال الأمل مفتوح والباب مفتوح للكل في هذه المجموعة. يتميز الهلال باستضافته لسبهان في الجولة القادمة على أرضه وسط جماهيره، عودة أيضا اللاعبين الغائبين عن هذه المباراة. الاتحاد والليل الحمد تأهل بعد الفوز اليوم بهدفين دون مقابل، نبارك لهم بهذه المناسبة ونتمنى إن شاء الله تعالى خطف الصدارة بالنسبة للفريق الاتحادي في مباراته القادمة. دكتور الهلال، خلينا نبدأ بالهلال والمباراة اللي لعبت قبل، الهلال والأهلي الإماراتي. والله طبعا أنا يعني بارك للاتحاد في البداية والكابتن خالد القروني التأهل، وإن شاء الله يعني الهلال يكون بعدهم، لأنه اليوم الهلال كان مقنع تماما. يعني الكابتن سامي سواء بصمة الكابتن وإعطاء الفرصة للاعبين، خاصة الكعبي اللي كان شاب صغير في السن لكن كان حضور في الملعب وكأنه لاعب كبير جدا، مهتز من المباراة وصعوبة المباراة وأول مباراة، يعني ما لعب حتى لو شوط أو دقائق في مباريات سابقة، يعني حتى مع زملائه يمكن أول مرة يحتك فيهم ويتواجد معهم. الكابتن سامي كان اختيار للتشكيلة مناسبة جدا، تنظيم اللي عليه الفريق بالجماعية والتحرك والتنظيم الدفاعي والتحرك كمجموعة، سواء في الشق الهجومي أو الشق الدفاعي أو الوسط، رغم أنه يقابل فريق كبير على أرضه، لكن فريق الهلال كان مقنع فنيا وكان ممكن يكسب المباراة صراحة. خسر يعني أكثر من فرصة مهيئة للتسجيل، والهلال فنيا كان مقنع في الملعب وكان عنده فرصة أنه يكسب، لأنه فعلا في فرص حقيقية للتسجيل أضاعها الهلال. على المستوى الفني بشكل عام مجمل كان الهلال حضوره جدا ممتاز، وشاهد أنه في آخر الدقائق رغم أنه جت أكثر من ركنية على الهلال إلا أن كان الأهلي الإماراتي هو اللي يضيع الوقت. مدرب الكوزمن في الدقيقة 90-91 عمل تبديل يقتل فيه الوقت، وحتى في رمية جانبية كانت لمصلحة الأهلي، ما استعجل اللعب رغم أنه يلعب على أرضه لكنه اقتنع بالتعادل. أعتقد أن الهلال كان حضوره جيد. طيب ابو فهد، انت كنت تتكلم عن في مباراه الهلال والشباب عن استقرار الفني بالنسبه للهلال اليوم. الهلال يعني كان الكل يتحدث قبل المباراه، تكلم عن غياب ياسر، ناصر، نفز، ثم جت ضربه يوسف السالم اللي ما شارك في المباراه، ومع ذلك شفنا عطاء فني مختلف في الملعب. طبعا هذا شوف يعني انت اذا بتاخذها على الجانب الايجابي ايجابي، اذا بتاخذها على الجانب السلبي ممكن تيجي على الجانب السلبي. ليش؟ لانه في مباريات نتكلم مثلا على الهلال او حتى بعض الفرق، لكن الان بما ان نتكلم عليها، في مباريات الهلال في كامل عافيته على مستوى العناصر ومع ذلك ما يقدم قيمه فنيه عاليه، مباريات يقدم قيمه فنيه عاليه على الرغم من انه عنده غيابات وعنده مشاكل. فهذه المعادله صعب، يعني من الافضل او من الافضل للانديه بشكل عام او للهلال بالتحديد بما اننا نتكلم انه يكون يعني اكثر فتره ممكنه من عدد المباريات تكون على رتم واحد. مسؤول يتمن، معلش ابو مسؤول جهاز فني، اكيد مسؤول جهاز فني اكيد. طبعا اللاعبين لهم دور في انه اللاعب احيانا نتكلم يعني عن مباراه اليوم، يعني إيه هو الحديث انا اتكلم عن كمدخل يعني ليش الهلال اليوم رغم غياب عناصر كثيره اساسيه مهمه حاسمه في الفريق وقدم نفسه بشكل احيانا خلص. احيانا اهميه المباراه للاعبين يستشعرون منها اهميه عاليه فيعطونك قيمه فنيه عاليه ويعطونك مجهود يعني زايد في 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 المباريات. انا اتمنى انه اللاعبين هذا المجهود او هذا التفكير صحيح. يكون التفكير الايجابي دائماً. انه عندي يكون دائماً موجود دائما في كل المباريات سواء مباريات محليه او اجنبيه او خارجيه، حتى في المسيره الاسيويه يعني أي. حتى في المسيره الاسيويه يعني في تفاوت، يخسر من 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 الس يعني يخسر من من يتعادل مع السد ويكسبه بخمسة أهداف. أنا أشوف أنها مثل ما ذكر بهدوء عمل فني في الملعب اللي هو التوازن الحقيقي، الدفاع المحكم اللي رأس الحربة يبدأ بالدفاع. هذا هو ما يفتقده الهلال في فترة طويلة جدا حتى على في الدوري. يعني الهلال كان عنده فرص أن يكون حاضر في كثير من المباريات، على سبيل المثال سبهان في مباراة سبهان حتى كان متقدم صحيح. حتى عندما سجل التعادل كان يفترض يكون عندي المنطق والواقعية أني أعود للدفاع حتى لا يجي الهدف الثالث، وكانت فيها يعني مباراة السد الأولى تقدم الهلال ومع ذلك لكنه في الكرة اللي جاء منها الكرة كانت هجمة مرتدة على الهلال وهو متقدم ب2-1 وكأن الهلال يبحث عن تسجيل هدف ثالث والنتيجة 2-1 لا تقنعه.
هذه هي الجانب الفني اللي مفترض يكون فيه تدخل العمل الفني طيب. ودور المدرب. اليوم بصمة الكابتن سامي موجودة بوضوح صراحة. كابتن لعلها تكون إيجابية مشاركة الخالد الكعبي في مباراة اليوم، انه يعني اخذ خلينا نقول خبره تراكميه، مع انها مباراه صعبه بالنسبه له، يعني هي تعتبر سلاح ذو حدين بالنسبه له، لكنه اكيد اختيار اللاعب بناء على مؤشرات سابقه وطبيعه اللاعب نفسه، انه يعني من اللاعبين ممكن اللي ما يتاثر ب يعني زخم المباراه سواء كانت يعني على المستوى الاسيوي او المستوى المحلي، وبالتالي لعله يستفيد منها. ايضا يمكن من مكاسب المباراه بالنسبه للهلال مباراه اليوم، بغض النظر عن نقطه المباراه اللي اعتبر انها جيده في ظل الظروف، عوده سديري لي أداءه الفني المقنع مباراة اليوم كان من أفضل اللاعبين. الأمر الآخر سلمان الفرج، مع أن أخذ كرت ما كان طبعا أنا, أنا 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 أخذ عليه مش الكرت فقط، وأقول له يعني حتى في عملية توجيهه للاعبين المدافعين أثناء الخطأ لابد أنك تختار الوقت المناسب والكيفية المناسبة لتوجيه اللاعبين. عبد الله سديري في المباريات حتى في المحلية يحاول انه يعاتب اللاعبين بشكل مستمر بعد طيب الهجمه، وهذا يعني يمكن عشان تكتور سريع الاتحاد تراكتور. والله لا شك طبعا نتحدث عن الكابتن خالد قروني المدرب الكبير صراحه استاهل في ظل ظروف الاتحاد. الاتحاد يخطو خطوات جدا فعاله في 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 المشاركه الاسيويه، واليوم شاهدنا يعني حركه هجوميه ممتازه، وترى بالمناسبه اضاع الاتحاد ضربه جزاء وكان بالإمكان، وأعتقد أنه الخروج وهذه ناحية فنية ترى هو خرج للعلاج، واللاعب ما يقدر يشترك إلا بعد ما تحرك الكرة، يعني كان المفروض مختار هو اللي يشترك للعلاج لازم كرة اللعب. أنا ما أدري عن هالجزئية الفنية، لكن بشكل عام الاتحاد مع خالد قروني فريق يلعب بحماس بجدية بتحدي بتنظيم جيد بتفعيل الأطراف بشكل ممتاز بفعالية عبد الفتاح عسيري اللي فعلا صانع ألعاب من الطراز النادر صراحة، بيكون إن شاء الله في المستقبل حضوره ممتاز إن شاء الله. سريع عن أبو فهد الاتحاد وتراكتور 30 ثانية أضيف على أبو وليد بس، حيوية الشباب اندفاعهم، يحتاجون ضبط لاعبين أجانب مؤثرين فقط، واستقرار فني طبعا. انا بالنسبه لي اتمنى ان يستمر الكابتن خالد. وجمهور كبير اليوم، جمهور هو رقم واحد بالنسبه للاتحاد، قد صعب تتعامل مع جمهور الاتحاد دائما مؤثر صعب جدا. طيب. يعني بالنسبه للتوب فايف بالنسبه للاهداف اختار الجمهور، واخترتم انتم هدف مختار فلاتة في الرايد ليكون هو هدف الاسبوع، واخترتم مباراه الاهلي والطائي لتكون هي افضل مباراه لعبت في دورة الثمانية من كاس الملك. نشوف هدف مختار الرايق. شكرا دكتور عبد العزيز الخالد المحلل الفني للسعوديه الرياضيه، المحلل الحصري للكره في الاسبوع. شكرا لك. شكرا للكابتن ترك السلطان المحلل الفني للسعوديه الرياضيه. يعطيك العافيه فهد. الله يحييك ويعليك السلام. تقبلوا تحيات رئيس التحرير محمد الحفظي، فريق الاعداد يزيد التركي وعبد الملك الحصيني، من المونتاج خالد السديري، مخرج هذه الحلقه فيصل الخم علي، مني لكم اطيب واجمل تحيه. الى اللقاء.